والله نشكر المدرب سي محمد التبوبي على دعوته ليا للمنتخب الوطني كرة اليد الشاطئية باش نشارك في الألعاب العالمية بالدوحة قطر 2019. دخلنا ستاج في نابل، والله الأجواء باهية، قاعدين نحضروا مليح بيان، مالغري فما شوية فما صعوبات في التحضيرات، أما احنا مركزين وعازمين العزم باش نشرفوا وجه تونس في قطر إن شاء الله. صحيح هذه الألعاب العالمية النيفو نتاعها أقوى من الألعاب المتوسطية ولا الألعاب الإفريقية، احنا باش نشاركوا فيها باش نحسنوا من باش نحتكوا برشا فرق كبيرة، فرق عالمية ومستوى عالي، نحتكوا بهم باش نتعلموا منهم في 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 قدم في قادم المحافل الدولية. الحمد لله يا ربي عنا مجموعة طيبة من خيرة اللاعبين في كرة اليد الشاطئية، دولة جونا باهي، أمبيونس باهية، فما برشا سوليداريتي في الجروب، فهمتني؟ وإن شاء الله ربي يوفقنا.